وسيدنا موسى حكم على السامري إنه إيش؟ لا مسس، يعني إنه أنت لن تستطيع أن تقترب من الناس والناس لن تستطيع أن تقترب منك. شو يعني؟ يعني ستعزل في مكان ما بعيد عن الناس، لربما كان حبس اللي فيه مين هلأ؟ الأعور الدجال. عشان هيك بنقول إنه السامري محتمل جدا إنه مين يكون؟ هو الأعور الدجال اللي حبسه سيدنا موسى، وبين سيدنا موسى أنه له موعد لن يخلفه. هذا الموعد إمتان؟ لما يأتي آخر الزمان ويأمر الله سبحانه وتعالى أنه يخرج بعد المهدي، وقبل مين؟ قبل سيدنا عيسى، حتى أنه يكون فتنة لا أتباعه من اليهود والنصر. هلأ هذا البيان اللي طلع علينا فيه البابا شو أعطانا؟ أعطانا تكملة صغيرة للقصة. وشو بقول لنا فيها؟ بقول لنا فيها أنه هذا الأعور الدجال مين أبوه؟ أبوه إبليس، أبوه الشيطان الأعظم. فهذه التكملة الصغيرة هي بتعزز القصة اللي احنا تكلمنا فيها. ولا ننسى أنه نقول احنا شو عمالنا بنقول؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، لأنه احنا لا نتكلم بشيء موجود عندنا صراحة في الكتاب والسنة، ولكن نعتقد اعتقاد. هلأ لما احنا نتكلم، احنا نتكلم في هذه الرؤية انه هناك عتاهية من المجوس او من كهنة المجوس عمالة بتبحث عن اثر لمين؟ على جبريل. شو معناه؟ معناه بدهم يسووا نفس العمل اللي سواه مين؟ السامري. يعني عمالهم بيقلدوا او بيمشوا على خطوات السامري نفسه، انهم بدهم يسووا نفس اعمال السامري. شو بدهم؟ بدهم يحيوا جسد. إذا ربطنا هاي الرؤية إخواني في رؤية سابقة تكلمنا فيها قبل يومين أو ثلاثة، قلنا إنه هناك ورقة أخرجها الشيطان الأكبر وحضرها كورقة أخيرة قبل ظهور مين أو الوجود أو إيجاد الأعور الدجال. يعني قلنا إنه هو نشر شياطينه إنه يلا دوروا لي على الأعور الدجال في كل الأرض، ما تخلوا نقطة على وجه الأرض إلا ابحثوا فيها عن الأعور الدجال. إن وجدوا وجدوا، إن ما وجدوا شو بدهم يسووا؟ بدهم يستخدم الشيطان الأكبر الطقوس اللي موجودة في هذه الورقة حتى إنه شو يسوي؟ إنه هو يخرج الأعور الدجال. فإن ربطنا الرؤيتين الواحدة مع الأخرى بتصير كأنه الأثر اللي هم بيبحثوا عنه من جبريل جزء من إيش؟ من متطلبات إخراج الأعور الدجال، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فمعناه نقول أنه في هذا الوقت هناك محاولة عظيمة من الشيطان والشياطين وعبدة الشيطان وأتباع الشيطان سواء من الإنس أو من الجن، أنهم شو يسووا؟ يخرجوا الأعور الدجال. هذه محاولات يعني شديدة وعظيمة. إذا تتذكروا إخواني كنا نتكلم في دروس سابقة وقلنا إنه إخراج الأعور الدجال كان مرتبط بطقوس، كان مرتبط بطقوس يقوم فيها الشيطان أو أتباعه داخل الهيكل اللي بدهم بني إسرائيل يبنوه، وهذا الهيكل يجب أن يكون فين؟ داخل بنيان المسجد الأقصى. وهذه الطقوس يعني يجب أن يقوموا بهذه الطقوس بعد ذبح بقرة حمراء. اللي بلاحظ إخواني في الأعياد السابقة، الأيام اللي مرقت علينا واللي كان يتابع الإعلان تبعهم في الأيام السابقة في المنطقة اللي موجودة، المنطقة الجنوبية هون الموجودة عند القصور الأموية، نصبوا إشي اسمه المذبح. اللي بيشوفوا اللي شافوا على الانترنت نصبوا مذبح. هذا المذبح هو المذبح اللي بيعتقدوا انه او اللي هم يعني بحسب مخططاتهم سيتم ذبح البقرة عليه. يعني هذا المذبح اللي بدهم يذبحوا عليه البقرة. فطل ما بعرفش اذا هلا موجود، بس هم نصبوه، يعني نصبوه وحطوه على الاعلان في الدعايات تبعتهم خلال اكم من يوم فقط، يعني ايام قليلة، في مش الباب الذهبي، عند الباب المغلق اسمه الباب الثلاثي، الباب الثلاثي المغلق.
اللي هو في الحائط اللي هون، يعني فين القصار تحت المرواني، بس من الخارج تحت المرواني من الخارج، يعني شبابيك المرواني تطل على القصور الأموية. هاي القصور هم استولوا عليها، وتم نصب المذبح في هذا المكان قبل بضعة أيام، ووضعوها على الإنترنت في دعاياتهم. واللي لاحظ إخوان اليوم المستوطنين اللي اقتحموا المسجد الأقصى، كل واحد كان لابس فيهم قميص أبيض مطبوع عليه كلمات من الخارج، من الخلف. هاي الكلمات يعني فيها أول إشي يعني حان الوقت لإيش؟ لبناء الهيكل، حان الوقت لهدم جزء من المسجد الأقصى، حان الوقت لخروج الأعور الدجال. كل واحد لابس قميص فيه عليه كلمات تختلف، ولكن لو صفناهم الأشخاص وراء بعضهم اللي اقتحموا، أو مجموعة من اللي اقتحموا المسجد الأقصى اليوم، وصورنا القمصان تبعتهم ورتبناه، شو بنطلع؟ نطلع بقصة كاملة، كأنه بأسم القصة على إيش؟ على مجموعة لوحات موجودة على قمصان، فهي رسالة موجودة. طبعا أنا اللي شفتهم يعني شفت بضع كلمات، لأنه ما قدرت أن أنا أشوف كل الصور، ولكن اللي قدر أنه يصور، أو اللي أنا بنصح الأشخاص، يعني أنا بعرف أنه في ناس نشيطين في هذا الموضوع صباحا وبكونوا ماشيين وراء المقتحمين، إنه هو يركز على هاي الكلمات ويخرج لنا إياها بشكل واضح، حتى نحن نفهم الأفكار اللي بينادوا فيها في الفترة القادمة. فكل هاي الشغلات لما إحنا نربطها مع بعضيها، شو منلاحظ؟ منلاحظ إنه الوقت عندهم ماله يقترب ويشتد اقترابه، يعني بطل في وقت بالنسبة إلهم إن هم يضيعوه، ولازم يخرج الأعور الدجال. فهم يحاولوا قدر الإمكان إنهم يخرجوا الأعور الدجال في هذه المرحلة وفي هذا الوقت. فمعناه إخوان، بدنا ننتبه إخوان إنه هاي الفترة اللي موجودة علينا، جاي علينا فترة صعبة جدا جدا جدا. لو سألنا إخوان يعني شو أفضل تصرف إحنا نتصرفه في مثل هذا الحال، منرجع كمان مرة ومنأكد إنه إحنا في بيت المقدس، في أثناء بيت المقدس، يعني في حالة استضعاف، يعني ضعف، ما في عنا لا حول ولا قوة. ومنذكر كمان إنه الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إيش في بإيدينا؟ إيش الإمكانيات اللي بدنا نسويها من غير ما ندور حالنا؟ الإمكانيات اللي إحنا بدنا نسويها من غير ما ندور حالنا، إنه إحنا نيجي بشكل سلمي ونجلس داخل المسجد الأقصى قدر الإمكان، قد ما بقدر، الفجر، الضحى، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، قد ما بقدر آجي واجلس في المسجد الأقصى. مش لازم إخواني أشعر بالإحباط إنه ماله الأوضاع اللي حوالينا صعبة، وإنه الناس مالها، خلينا نقول إنه الناس في وضع صعب جدا والظروف اللي حواليها قوية جدا. هاي الأمور ما لازم تشعرني بالإحباط، لازم من الداخل أكون يعني عزيز كريم إنه هذا الإشي اللي أنا بقدر أسويه، وطالما إنه هذا الإشي اللي أنا بقدر أسويه، فإن شاء الله إنه بكون في إلي عليه ثواب من الله سبحانه وتعالى. يعني خلينا نقول إنسان فقير وبده حابب يتصدق، وبقولكش والله شرط، لعشان انت تتصدق بدك تخرج 1000 شيكل من مالك عشان تتصدق، لا، لو خرجت شيكل واحد من مالك على قدرتك وعلى حد قدر امكانياتك وتصدقت فيه، ان شاء الله بكون في لك فيه ايش؟ اجر من الله سبحانه وتعالى. ونفس الشيء اخواني بالنسبة للمسجد الاقصى، على قدر امكانياتك، على قدر قدرتك بتيجي للمسجد الاقصى في الاوقات اللي بتقدر تيجي فيها، في الامكانيات اللي بتقدر تيجي فيها. اذا واحد قال لك عم وقف أعطيني هويتك، بقول له تفضل، هاي الهوية، بدك تخلي هوية هون خليها، بدك توقف هون بتوقف، شو بتقدر يعني اللي بطلبه منك بتسويه طالما انك انت مجبر عليه. اللي بتقدر تسويه بتسويه، اللي بتقدرش تسويه بتحتسب أجرك فيه على الله سبحانه وتعالى. ولكن يجب أن يكون شعورك من الداخل هي العزة والكرامة، انك انت بتسوي اللي بتقدر عليه، بتسوي اللي بتقدر تسويه. نتذكر إخوان إنه هذا المسجد الأقصى هو بيت الله سبحانه وتعالى، بيت الله عز وجل. وجودك في هذا البيت من أكبر النعم على الإطلاق، يعني أكبر نعمة
الله سبحانه وتعالى يعطيك إياها إنك شو تكون؟ تكون موجود في المسجد الأقصى، نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. مين بصح له إخواني؟ هلا تجي له دعوة من وزير ولا من أمير ولا من ملك، كله تعال بدي أستضيفك فين؟ في قصري. بتحس حالك إيش؟ تحس حالك والله مين أبو زيد خالك إنه فلان دعاك عنده؟ فما بالك لما الدعوة تجيك من مين؟ من ملك الملوك، من الله سبحانه وتعالى، يقول لك تعال على بيتي. هل في أعظم منها هاي الدعوة؟ ما في أعظم منها. عشان هيك لازم تبقى عارف إنك أنت في وجودك هون أنت في بيت الله عز وجل، وهذه أعظم الأماكن على الإطلاق اللي ممكن تكون فيها. ما في أعظم منها إنك تكون في بيت الله سبحانه وتعالى. فمين بيقصر؟ يعني واحد والله أجته دعوة من ملك قال له تعال على قصري، يقول له والله في عندي اليوم شغل، أنا شو بدي أسوي؟ أنا بدي أبدي الشغل على دعوتك. طب ما نفس الإشي بيت الله عز وجل، هذا بيت الله. أنو أعظم إنك أنت تكون في بيت الله ولا تكون على سبيل المثال في ناس للأسف يعني بيجلسوا على القهاوي أو على مفترقات الطرق أو عم حمل له كيس بزر أو عم شو اسمه بده يروح الزيارة أو بده يجزر يعني الشغلات، خلينا بديش نقول إنه والله شغلات فيها صلة رحم ولا شغلات تانية، لا، بنحكي شغلات بتضيع فيها الوقت على الفاضي. فأنت إذا عمالك في عندك وقت تضيعه، ضيعه بشيء أنت تستفيد منه. يعني بدل ما أنت تصف على القهاوي أو أنك أنت تتوزع على مفترقات الطرق أو أنك أنت تقعد في بيتك حايص لايص مش عارف شو بدك تسوي وماسك الريموت كنترول بتنقل من قناة لقناة زهقان مش عارف شو بدك تسوي، استغل الوقت بشيء مفيد. تعال عن المسجد الأقصى، اقعد في بيت الله عز وجل. ما في شعور أجمل من أنك أنت تكون في المسجد الأقصى. فاني واحد هم الدنيا كله، قديش الدنيا فيها هم وغم وابتلاء لنا المسلمين، مجرد ما نوصل للمسجد الأقصى وندخل من الباب يعني بحس الواحد كأنه هو داخل، الهموم وقفت على الباب وهو دخل إيش؟ بدون هموم. كأنه هاي الهموم إشي هو لابسه، زي كأنه لابس قميص أو جاكيت أو إشي وخلع هذا الهم فين؟ على الباب من الخارج، ودخل وعاش نفسية جديدة. يعني كتير من الأيام الواحد بتوصل معه إنه هو خارج بكون مضغوط وتعبان نفسيا وحاسس بأسى وهم وغم، وبيجي على المسجد الأقصى مجرد ما دخل كل اللي كان برا شماله انتسى. ولما يطلع حتى لو كان في عنده مشكلة بينه وبين واحد خلصت، وروح بضحك بوجهه تنحل هاي المشكلة. فأنت يا إخواني جاي لبيت الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم البيوت. فأنا اللي بنصحه وبنصح فيه حاليا يعني أنت استغل هذا الوقت، هذا وقت قربات للمسجد الأقصى، وقت هذا وقت قربة للمسجد الأقصى. فاستغل الوقت أنك أنت تصيد عصفورين بحجر، أنك أنت تعمر المسجد الأقصى، وبنفس الوقت أنك شو تسوي؟ تيجي ترتاح في بيت الله سبحانه وتعالى، وتقلع وتشلح كل همومك وغمومك خارج المسجد الأقصى. إن شاء الله إخواني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا سبحانه وتعالى. طيب.